كان موعدا مميزا مع الإثارة والحماس، بتفاصيل دقيقة أضافت رونقا خاصا لإيقاع الحدث. كأس دبي العالمي هو اليوم أهم الأحداث على مستوى العالم في مجال سباقات الخيول، مما تطلب تغطية مميزة تليق بأهمية الحدث وسمعة دبي، خاصة أن المتابعين هم من الملايين حول العالم. إن هيبة مضمار ميدان وحفل الافتتاح المبهر يفرض أسلوبا مبتكرا في النقل والتغطية، وهو ما نجحت فيه قناة دبي ريسنج بتخطيط دقيق وعبر كوادر مميزة قامت بمهمتها على أكمل وجه. فقد كان هناك أحدث الكاميرات الرقمية التي ساعدت على التقاط الصورة بجودة عالية وأسلوب مبتكر، إلى جانب طاقم متمرس ومطلع على أفضل الأساليب الإخراجية في مجال سباقات الخيول. فالتحضيرات تنطلق قبل شهرين من انطلاقة الحدث بإعداد التقارير الخاصة والفقرات الملائمة، لكن الإخراج المباشر للحدث هو التحدي الأكبر، إذ أن المفاجآت هنا متوقعة وباحتمالات عدة، كما أن التحدي يكون قائماً طيلة فترة البث لالتقاط أكثر المشاهد المعبرة واللافتة للأنظار. التقنيات الحديثة تتجدد كل عام لمواكبة الحدث الرياضي الكبير بصورة أكثر تميزاً. وقد انطلقت النسخة الأحدث من كأس دبي العالمي بالمتعة والتشويق والإثارة، وتزامنت معها تغطية حية تواكب تشويق الحدث وسرعة إيقاعه، إلى جانب رصد اللقطات العفوية السريعة والمميزة والتي تعبر عن روح الحدث والابتهاج بتفاصيله. كان رصد وتغطية الحدث من ارتفاعات مختلفة وجوانب متعددة بانتقال زمني من مكان لآخر، جعلت المشاهدة في لهفة مستمرة لرؤية القادم. إعداد ناجح لتغطية هذا الحدث الهام رافقه ختام مبهر يليق بمستوى الحدث. وقد زاد من رونق الحدث والانبهار والفرحة به التتويج المستحق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، والانتصار الساحق الذي توج بكأس دبي العالمي. وكم كان رصد مشاهد الفرح والانتصار هنا، تحد نجحت به مؤسسة دبي للإعلام عبر قناة دبي ريسنج، لتبقى هذه النسخة المميزة من كأس دبي العالمي عالقة في الأذهان بمشاهدها المبهرة وتغطيتها المميزة.